الله أكبر. الأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى بسبب العيد تقربا إلى الله عز وجل، وهي من شعائر الإسلام المشروعة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. الله أكبر الله أكبر الله إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم هذا لك ومنك بسم الله الله أكبر اللهم تقبل مني كما تقبلت من خليلك سيدنا إبراهيم عليه السلام ومن حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله